يمكن برافو عليك. جاتني إشارة من خلال المخرج مبهور ما بال الجمهور. طبعا حاج عبد المجيد، يمكن احنا النهارده كنا جايين وشايلين هموم كتير للفلاح، وجايين وهنتكلم عن طرق وكباري، خدنا الجلال، ويمكن النهارده مخرجنا الجميل بيقول انا مبهور، ويمكن في الكنترول التليفونات رهيبة الشكل، مش عايزين يعملوا لنا مداخلات لان احنا قلنا مش عايزين مداخلات دلوقتي، ولكن بصفة الفلاح المصري والريف المصري النهارده يا ندى، طبعا هنستأذن حضرتك حاج عبد المجيد ونقول ام كلثوم كانت من الريف المصري وكان عبد الوهاب من الريف المصري، فهنسمع مضمات لعبد الوهاب. جحدت عيناك ذكي يا دمي، أكذلك خدك يا جحاده، قد عز شهودي إذ رامة فأشرت لخدك أشهده. جحدت عيناك ذكي يا دمي، أكذلك خدك يا جحاده، قد عز شهودي إذ رامة فأشرت لخدك أشهده. بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وشي يفسدهما، بال العاذل يفتح لي باب السلوان وأوصده، ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبده. مولاي وروحي في يده، قد ضيعها سلمت يده، ناقوس القلب يطوق له، وحنايا الأضلع معبده، وحنايا الأضلع معبده.